أرض البرازيل تغرق والناس عالقون في المياه، وكارثة غير مسبوقة في اليونان، وفي الهند صواعق تقتل العشرات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هطلت أمطار غزيرة للغاية في منطقة سانتا تيريزا ريو غراندي دو سول البرازيلية، مما أدى إلى حدوث فيضانات عارمة خلفت دمارا هائلا في ممتلكات المواطنين، حيث رصدت الكاميرات انهيار العديد من المنازل وانجرافا للعربات وخرابا كبيرا طال البنى التحتية. مصادر مطلعة أشارت إلى سقوط 4 ضحايا على أقل تقدير حتى لحظة إعداد هذا الفيديو، بالإضافة إلى ذلك وقعت العديد من الإصابات التي تفاوتت ما بين طفيفة وخطيرة، كما سجلت العدسات ارتفاعا كبيرا لمنسوب مياه نهر داس في بلدية نوفا روما دو سول التابعة لولاية ريو غراندي دو سول. وتعرضت منطقة روكا سيلز في وادي تاكواري لفيضانات مرعبة أدت إلى ارتفاع منسوب نهر تاكواري لمستويات عالية، وانهمرت المياه في الشوارع ودخلت البيوت والمحلات التجارية بشكل خطير للغاية. هذا ما دفع السكان المحليين إلى البحث عن الأماكن المرتفعة للاحتماء من هذه الكارثة. ومن البرازيل في أمريكا الجنوبية ننتقل معكم إلى أوروبا، وتحديدا إلى اليونان التي عانت خلال هذا الصيف من حرائق ضخمة قضت على مساحات شاسعة من الغابات، لكن هذه المرة تشهد البلاد فيضانات عارمة في منطقة ثيثالي والعديد من المناطق الأخرى، وقد رصدت العدسات مشاهدا لجريان السيول وفيضانات اجتاحت الأودية والمناطق السهلية. وقد انتشرت مشاهد مخيفة لكارثة غير مسبوقة في منطقة أغيوس نيكولاوس تظهر انجراف العديد من السيارات في السيل ووقوعها في البحر المتوسط بعد هطولات غزيرة خلال ساعات قليلة، كما عمت الفيضانات في منطقتي ماغنيزيا وفولوس مخلفة وراءها حالة كبيرة من الفوضى. بدورها بلغاريا تعرضت لفيضانات مشابهة حيث غرقت منطقة تساريفو شرق البلاد، وأظهرت اللقطات المسجلة غرق السيارات ونجم عن ذلك العديد من الأضرار المادية الأخرى. ومن أوروبا ننتقل إلى آسيا، حيث سجل وقوع ما يزيد عن 12 قتيلا في الهند بسبب نزول نحو 61 ألف صاعقة ضربت ولاية أوديشا شمال شرق البلاد خلال مدة لا تجاوز الساعتين فقط. وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الهندية أن اليومين القادمين سيحملان الكثير من الأمطار الغزيرة والرعد والبرق، وطلبت من السكان المحليين توخي الحذر خلال هذه الأحوال الجوية المضطربة.